السلام عليكم. اليوم لنا عودة إلى ملعب تيزي وزو بعد زيارة الوزير هذه تاع البارح في الليل، وين عندنا صور رائعة ودرنا فيديو رائع، يعني تركيب هايل. نخليكم تشوفوا الفيديو هذا، وبالمناسبة أمام يعني الانبهار والإعجاب أريد أن أشكر وأهنئ وأحيي المهندس المعماري الجزائري عمر مالكي الذي صمم هذا الملعب الرائع. وبدون أن أطيل عليكم خليكم تشوفوا الفيديو هذا، والسلام عليكم.